بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، الذي يعبده المسلمون الموحدون بالله، والذي يعبده المسيحيون الموحدون بالله. سيادة الرئيس، أود في مستهل كلمتي أن أشكركم كثيرا على هذه الدعوة الكريمة، ولأنكم جمعتمونا معا في هذا المكان بيت الشعب، ولأول مرة في التاريخ على هذا المستوى الواسع لجميع شيوخ المسلمين وأساتذة الأخلاق. لا شك أنها روح طيبة نشكركم عليها، وأحيي فيها أخوتي المسلمين جميعا، وأرجو أن يتكرر هذا اللقاء. أود أن أقترح كناحية من تأكيد الوحدة الوطنية أن تكون هناك لجنة دائمة مشتركة بين رؤساء القادة الدينيين في الإسلام والمسيحية، وأن تقتنع باستمرار وتناقش ما بينها من أمور، لأن المثل يقول البعد جفوة. وأنا واثق أننا كلما التقينا، كلما زدنا ترابطا وزدنا تماسكا، وكلما فهمنا بعضنا البعض بأسلوب أوسع، وكلما كان لهذا الأمر تأثيره على أولادنا من المسيحيين والمسلمين. وأود يا سيادة الرئيس أن أحيي فيكم إنسانا متدينا يحب الله ويسعى لمرضاته وينشر مبدأ العلم والإيمان، وأحيي فيك أيضا الرجل الذي يؤمن بأخلاقيات القرية في نقاوتها وبساطتها، وأحيي أيضا العبارات التي ذكرتموها عن الحروب الصليبية وكيف كان الأقباط ضد الصليبيين في عدوانهم على إخوتهم المسلمين. وفي هذه الظروف أود أن أعلن أننا جميعا نقف إلى جوارك، نحن نفت الموقف تماما في أعماقه، ونكلمك من عمق إحساساتنا ومن عمق قلوبنا. إن المشكلة الاقتصادية هي سيادة الرئيس لا تحملها أنت وحدك، نحملها نحن جميعا معك. أنت ورثت وضعا معينا مكبلا بالديون، وعملت على قدر ما تستطيع، وينبغي أن نعمل معك. ومشكلة الأمن أيضا لا تحملها وحدك، نحن نحملها معك. ومشاكل ردود الفعل الناتجة عن الحرية لا تحملها وحدك، نحن نحملها أيضا معك. نحن لا نرضى إطلاقا أن نقف من الحكام موقف المتفرجين، نمدح أو نذم، وإنما نريد باستمرار أن نضع أيدينا في أيدي الحكام ونسير معهم المسيرة كلها متعاونين في وقت الضيق، وسعداء معا في وقت الراحة واليسر. ونحن في هذا الاجتماع نود أن نشجب ونستنكر حوادث الشغب والإيذاء والتخريب التي حدثت في النصف الثاني من يناير.
ونقول ان التخريب والإيذاء ليس هو اطلاقا الوسيلة المعبرة عن الرأي. هناك الوسائل الدستورية الكثيرة التي يمكن ان ينتهجها كل انسان للتعبير عن رأيه. ونحن نشكرك كثيرا لانك ارسيت مبادئ من الحرية، سواء الحرية الشخصية او حرية الصحافة او حرية ابداء الرأي او حرية تكوين الاحزاب الى اخره، وما كنا نود اطلاقا، ونكلمك ونحن في تأثر شديد، ما كنا نود اطلاقا ان الحرية التي اعطيتها للناس تستخدم ضدك او ضد مصر. انني هنا اتذكر قول الشاعر الذي قال: اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. نحن لا نقبل هذا. الحرية في نظرنا هي حرية القلب من الخطيئة، حرية الفكر من الانحراف، حرية الانسان من الحقد، من الانانية، من الذاتية، من الشر عموما. والانسان الذي تحرر داخله يستطيع من الخارج ان يستخدم الحرية حسنا. اما الذين لم يتحرروا بعد في ارواحهم فهؤلاء يمكنك ان تضبطهم بالقانون وبالعقوبة ولا يلومك احد. نحن في هذه الآونة نود ان نقف جميعا متساندين، نود ان نقف معك ونود ان نقف مع بعضنا البعض، رجال الاسلام ورجال المسيحية، في وحدة وفي تآخ وفي حب وفي تعاون، نضرب لباقي الناس المثل السليم او المثال الطيب لحياة المحبة والتعاون. ونحن نشكرك يا سيادة الرئيس لأنك تهتم بالتعليم الديني. وفي الواقع إن العالم لا يصلح بالقانون بقدر ما يصلح بسلامة الضمير. ما أسهل أن يتخلص الإنسان من القانون، يرتكب خطيئته في الخفاء. ما أسهل أن يؤول الإنسان القانون تأويلا رديئا لصالحه. ما أسهل أن يتهرب الإنسان من القانون. ونحن نرى في المحاكم أنه قد يوجد طرفان متنازعان، كل منهما يتكلم باسم القانون وكل واحد ضد الآخر. ولكن الضمير أسمى بكثير من القانون. رأينا أن القانون هو الحد الأدنى للأخلاقيات، أما الضمير فهو الحد الأعلى. وأريد أن أقول في هذا مسألة أخرى، إن القانون له حدود ضيقة، فالقانون يحكم على الأعمال الظاهرة والتي لها دليل مادي يثبتها، أما الضمير فإنه يحكم حتى على الفكر وعلى النية وعلى مشاعر القلب الداخلية، الأمور التي لا يمكن أن يصل إليها القانون. لذلك حسنا أن تهتم يا سيادة الرئيس بالتعليم الديني. واقتراحي في هذا الأمر أن تعليم الدين لا يكون نصوصا أو مجرد أفكار، إنما نتكلم عن روح الدين أكثر من نصوصه، ونتكلم عن الدين كحياة
يمتصها الإنسان وليس كمعلومات يحشو بها فكره. وقد قال السيد المسيح: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. وقيل في الإسلام إن الدين هو المعاملة. نريد أن يحيا الناس الدين وليس فقط يحفظونه. الدين يملأ قلوبهم ويعيش في حياتهم ويعلمهم الحب ويعلمهم الاتضاع ويعلمهم الطاعة ويعلمهم احترام من هم أكبر منهم، يعلمهم الفضيلة مطبقة في الحياة اليومية وليس مجرد أفكار. وأسوأ ما يأخذه الناس عن الدين أن يظن البعض أن الدين هو التعصب، ويظن أحد أن محبته لدينه تدعوه إلى كراهية الأديان الأخرى أو محاربتها. نريد الإنسان المتدين الذي يحب الجميع. لكل إنسان في قلبه مكان ومكانه، ولكل إنسان في قلبه منزل ومنزلة. كل إنسان يأخذ من محبته ويأخذ من رحمته كما سمعتم من فضيلة الإمام، وأيضا يأخذ من مثاليته. وكل إنسان يعطي صورة مشرقة عن دينه أنه ينشر السلام والحب في المعاملات اليومية. وأشكرك يا سيادة الرئيس لأنك تكلمت عن سماحة الإسلام وعن سماحة المسيحية، وكان من نبلك أنك تحدثت عن المسيحيين أكثر، وأرجو أن تسمح لي أن أتكلم ولو قليلا عن سماحة الإسلام. أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة. نذكر من هذا الميثاق الذي أعطي لنصارى نجران، والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب، والوصية التي قدمها الخليفة الإمام عمر بن الخطاب قبل موته، ووصية الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد، والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق، والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر. وأذكر أيضا العبارة الإسلامية الجميلة: استوصوا بالقسط خيرا فإن لنا فيهم نسبا ورحما. وأذكر أيضا الحديث الشريف: من آذى ذميا فليس منا. العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض، يتولاه ولي الأمر ويرعاه. وأذكر أيضا في سماحة الإسلام ذلك الشرع الجميل الذي يقول: وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. أذكر أيضا في سماحة الإسلام حفظه في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وكوامعهم ورهباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء. وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38، كان
كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما لم يجلس على كرسيه، فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص، بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية. أذكر أن حياة المحبة جمعت بيننا طوال 13 قرنا من الزمان، ونحن نضرب مثالا للناس في التعايش السلمي. ونذكر أن المسيحيين وقفوا ضد الغزاة حتى في الوقت الذي أتى فيه هؤلاء الغزاة يقولون إننا نحن الأقليات، فرفض المسيحيون حماية من الأقليات. أحد بطاركتنا جاءه سفير أجنبي يطلب منه حماية الأقباط كأقليات، فقال له البطريرك: هل ملككم هذا الذي يحمينا يموت أم يعيش إلى الأبد؟ فأجابه: يموت طبعا. قال له: نحن في حماية إله لا يموت. ورفض تدخل الأجانب عن هذا الطريق. بل نذكر أن الأقباط عقدوا مؤتمرا ورفضوا فيه تمثيل الأقليات، وقالوا: نحن مصريون ولا نود أن نأخذ هذا الوضع. في عهد الدولة الإخشيرية كان محمد بن فضل الإخشيد يحتفل مع الأقباط بعيد الغطاء، ويجلس في جزيرة في النيل وحوله 1000 قنديل يحتفل معهم بالعيد. كان الاحتفال بعيد الغطاء احتفالا عاما للمسلمين والمسيحيين في عهد الدولة الفاطمية. جامع احمد بن طولون استقدم له احمد بن طولون سعيد بن كاتب الفرغاني احد المسيحيين، فبنى له الجامع لانه اراد ان يبنى الجامع بغير عمد تحجب الانظار. الاقباط عاشوا في ظل الحكام المسلمين الذين يؤمنون بسماحة الإسلام، عاشوا حياة طيبة. الخليفة المعتصم كان هناك أخوان مسيحيان، الواحد اسمه سلمويه والثاني اسمه إبراهيم. الأول كان له في مقام الوزير، والثاني كان حامل خاتمه وكان أمينا على خزائن الدولة. الدولة الفاطمية وجد الوزير القبطي الى جوار الخليفة، ولم يكن هناك غير وزير واحد. نسمع عن يعقوب بن كلس وعن عيسى بن نصورس، ونسمع عن بعض الوزراء المسيحيين الذين اوتوا سلطة كبيرة. نعرف ان الاسلام حينما يفهمه المسلمون فهما حقيقيا يدركون أعماقه في السماحة ويحبون إخوتهم المسيحيين. ونحن نشيد بهذه السماحة التي عبر عنها التاريخ مرارا كثيرة بأمثلة عديدة، ونرجو أيضا أن تتوطد علاقات المحبة بيننا أكثر فأكثر. ما زلت أقترح أنا شخصيا، لا مانع عندي أن أشترك مع أخوتي شيوخ المسلمين في وضع كتب دينية مشتركة. من الممكن أن نضع معا كتبا ضد الإلحاد،
فكلنا نؤمن بوجود الله. يمكننا أن نضع كتبا عن صفات الله الحسنى، يمكننا أن نضع كتبا عن التوحيد، فنحن نؤمن بإله واحد. وإن كنا نقول باسم الآب والابن والروح القدس، إنما نقول بعدها إله واحد آمين. يمكننا أن نؤلف كتبا معا في الفضيلة والأخلاقيات، يمكننا أن نؤلف كتبا معا في الوطنية وفي قضايا بلادنا، يمكننا أن نشترك في هذه الأعمال ويرى عامة الشعب ويرى الطلبة ويرى أبناؤنا مسلمين ومسيحيين كيف أن أسماء قادة الدين مسلمين ومسيحيين مشتركة معا في كتاب واحد. يمكننا أن ندخل في وسائل عملية كثيرة نربط بها بين المسيحي والمسلم، ونحيا حياة مشتركة. وثقوا أن الحب هو أقوى من القانون. في المسيحية يقول الكتاب المقدس: الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ونحن ننادي برسالة الحب باستمرار، ونريد أن نعلم أولادنا في المدارس الحب، نعلمهم حب الأبوين، ونعلمهم حب المدرسين، ونعلمهم حب القادة، ونعلمهم حب بعضهم لبعض. الحب النقي الطاهر الذي يرتفع فيه الإنسان عن مستوى القانون. نريد أن نعلم أولادنا حب بلادهم، يحبون كل شارع في شوارعها، وكل مرفق من مرافقها، وكل مؤسسة من مؤسساتها. ونريد أن نعلم الناس احترام الغير حتى الذي يخالف في الرأي. ما أسهل أن يختلف إنسان معك في الرأي ويكلمك بأسلوب هادئ رفيق مؤدب فتحترم رأيه المخالف، وما أسهل أن يختلف معك إنسان في الرأي فيقول كلاما شديدا منفرا. نريد أن نعلم الناس الأدب الحقيقي. ونحن نشكر هذه الفرصة يا سيادة الرئيس التي جمعتنا فيها معك، ونعاهدك أن نقف إلى جانبك في قوة هي قوة الحق الذي يجمعنا جميعا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.